اصحى يا نايم يا نايم اصحى. كراكيب 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 كراكيب. في قمر مجهول جوا مجرة، خدنا تمويل من برا. كراكيب 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 كراكيب. ومحطتنا الفضائية مجوش ولا مرة تصيب، ببرامج مدفعجية مليانة بالأعجيب. اصحى يا نايم يا نايم اصحى. أصدقائي الحبايب، أصدقاء كراكيب، في الحلقة الماضية طلب من المواطن أن يدفع فاتورة أحلامه السعيدة، وبحلقة اليوم يبحث المستثمر الصغير عن فكرة استثمارية شيطانية جديدة يقدمها على صحن من فضة لصديقه السيد المسؤول اللي حينفذها فوراً من شان تنمية الموارد وزيادة الدخل. ابقوا معنا. يا مستثمر يا صغير، انت فين يا مستثمر؟ اما غريبة والله، هيكون راح فين يعني؟ يكونش زهقوا منه في السجن امو مديينه افراج اجباري؟ صباح الخير يا سيادة المسؤول. صباح النور يا سيدي، انت ايه اللي موقفك ورا الباب كده؟ هي دي عادتي، لما بكون بفكر في فكرة استثمارية جهنمية جديدة لازم استخبى ورا اي حاجة. والله عال، ولما انت لسه ما خلصتش فكرتك الاستثمارية الجديدة اتصلت بيا ليه؟ خلتني اسيب الدنيا كلها واجيلك. اطمن يا سيادة المسؤول، الفكرة خلصانة من اول امبارح، انا بس كنت بحط فيها شوية رطوش علشان لما تعرضها سيادتك على السادة المواطنين يقتنعوا وما يرفضوش. وهي فين الفكرة دي؟ واحنا من امتى بنكتب افكارنا على ورق؟ انت عايز تودينا في داهية ولا ايه؟ خلاص يا سيدي، سمعني فكرتك بسرعة، على الله بس تطلع تستاهل المشوار اللي جيتهولك. هنأجر للمواطنين الشوارع اللي بيمشوا عليها. نعم، هو المواطن اللي معهوش يشتري شقة مش بيأجرها علشان يقعد فيها؟ ايوه. خلاص، مدام معهوش يشتري الشارع يبقى يأجره علشان يمشي فيه. صعبة قوي دي يا مستثمر يا صغير. لا صعبة ولا حاجة، كل شيء بيجي بالتدريج. هما مش الناس بيقولوا الشارع ملك الحكومة؟ أيوة. خلاص، الحكومة بقى حرة في ملكها،
وعلشان قلبها أبيض وبتحب الناس مش هتبيع الشوارع للمليونيرات علشان يتحكموا في الناس. هو يدوب إيجار شهري رمزي ما يعديش 50% من مرتب كل شهر. ما ينفعش، لأن في ناس بتستخدم الشوارع كتير وناس بتستخدمها قليل، وناس رائدة في البيوت بقالها سنين لا بتشوف الشارع ولا حتى تعرف هو فين. بسيطة، يبقى نعملها بكرت زي الكرت بتاع المحمول، اللي معاه كرت يفك شفرة الأسفلت ويمشي زي ما هو عايز، واللي معهوش الأسفلت يقفش في رجله وما يمشيهوش. وحنجيب منين أسفلت يمشي بالكرت؟ حنستورده من برة طبعا، ونضيف تمنه على سعر الكرت. بتعيط ليه يا بابا؟ صعبان علي عمتك بهانة يا انشواح، بقالي 3 أشهر ما شفتهاش ومش عارف أجيب كرت الشفوة بتاع الأسفلت. يوه، طب ما تيجي هي تزورك، هي مش برضو معاها كرت؟ معاها كرت بس عيانة مش قادرة تنزل الشارع. ممكن تسلفيني الكرت بتاعك يا انشواح أروح أطمن على عمتك واجي. كان على عيني يا بابا، الكرت بتاعي قرب يخلص، ما فاضلش فيه غير 5 شوارع بس، وانت عارف اني لازم اروح الشغل كل يوم. طب الكرت بتاع جارتنا عنايات؟ ما ينفعش مع عمتي يا بابا، اصله دقي وبين السرايات، وعمتي لازم لها كرت يكون عباسية وباب الشعرية. انا عارف بس بيلخبطونا اللخبطة دي كلها ليه؟ ما كانوا عملوا كرت واحد يمشي في البلد كلها. ما ينفعش يا بابا، أصلهم شركتين اتنين اللي ماسكين شفرة الشوارع، وكل شركة واخدة نص التورتة لنفسها. طيب مدام الكرت بتاعك شغال، ما تمشي انت في الشارع وتشيليني على كتفك لغاية ما توصليني لعمتك. طب وبعد ما وصلك على كتفي أجيب منين الكارت اللي حدخل بيه المستشفى علشان أعالج كتفي يا بابا؟ أعزائي المشاهدين، ولادنا بيمسكوا فينا وبيجوا رح يخزقوا لنا تيابنا لما بدنا نروح نزور قرايبنا أو نروح على شغلنا. والمرة تمسك برايلها وتقعد على قلبه حتى لو نازل شغله أو راح يعزي واحد من ربعه. وننوسة عين حبيبة قلب فخامة الرئيس جنابه مدلع أحبابه، هي كمان بتلزق فيه وين ما بيروح، حتى لو رايح يضرب ضربته العسكرية ضد الشقيقة العربية. وهذا اللي حنشوفه بالفقرة الجاية، ابقوا معنا. ايه اللي انا سمعته ده؟ كنت لسه الرئيس، مظاهرات في بلدي انا، بتهتف ضدي انا عشان ما روحش انا اضرب عراق. مستر بريزيدنت، دي مش مظاهرات، دول 2 مواطنين هتفوا بسكوت حياة وزير الدفاع أثناء انعقاد لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. وليه هتفوا بسكوت حياة وزير دفاع؟ علشان هو مصمم على ضرب العراق. دول كمان رفعوا يافطة كبيرة مكتوب عليها نعم للتفتيش لا للحرب. Impossible. دول مش ممكن يكونوا 2 من أولاد بلدي. اطمن مستر بريزيدنت، قوات الأمن طردتهم برا القاعة. مش كفاية، لازم يتعزلوا في مكان لوحدهم عشان ما يعدوش بقية الشعب. خلي العالم كله يعرف إننا بلد الحرية والديمقراطية. أوكي مستر بريزيدنت، أعتبرهم اتعزلوا خلاص، بس في مشكلة تانية لازم نحلها بسرعة. إيه مشكلة؟ حبيبة قلبك، ننوسة عينك، مصممة تكون معاك وانت بتضرب عراق. وليه عايزة تتعب نفسها؟ ما انا ببعت لها مصروفها لغاية عندها. ننوسة عينك بتقول ان الفلوس مش كل حاجة، عايزة تيجي علشان تسليك وانت بتضرب الضربة العسكرية الجميلة. ننوسة عيني دي مكارة قوي،
أنا عارف هي ليه عايزة تكون معايا في ضربة عسكرية، أصلها نفسها من زمان نشرب سوا أول كوباية بترول مجانية بعد ما نغير قيادة عراقية. يعني أتصل بيها أخليها تحضر شنطتها؟ فهميها أننا هنستناها لغاية ما تخلص على اللي في إيدها. عزيزتي كل ست في كل بيت، ستات حيارة زيك كتير بعتولنا في بريد البرنامج وما بيسألوش غير سؤال واحد. إذا كانت الست الحاضنة اللي بتطلق طلقة بتاخد نفقة وتحتفظ بالشقة، طيب الست اللي اتطلقت قبل ما ربنا يخلف عليها تعمل ايه بعد ما جوزها رمى اليمين عليها؟ المحامي فلان الفلاني بيقترح انشاء صندوق تبرعات تتحط فيه الحسنات والهبات وتروح كل شهر المطلقات اللي مش حاضنات، والكاتب الصحفي علان العلاني بيقترح إضافة رسم ضئيل على كل عقد جواز يتحط في صندوق التبرعات والهبات ويتعمل بيه مساكن إيواء للمطلقات اللي مش حاضنات. والدكتورة سمية السعاتي أستاذة علم الاجتماع بتقول إن الدولة لازم تدي للزوجة المطلقة مكافأة نهاية الحياة الزوجية زي ما بتدي للمرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة. صحيح الزوجة المطلقة عندها مشاكل كتير، لكن يظهر إن مشاكل الزوجة اللي عايزة تتطلق أكتر بكتير. وعشان تتعرفوا على مشكلة واحدة بالمشاكل دهيات شوفوا معنا الفقرة الجاية. السيدة وهيبة عبد الرازق، السيدة وهيبة عبد الرازق. مين اللي بيخبط؟ أنا المحضر يا ستي. أهلا وسهلا يا سيادة المحضر. معلش يا ابني الروماتيزم مفشوش عظامي ومش قادر أقوم من مكاني. ألف سلامة ليكوا للروماتيزم. عموما أنا جايبلك معايا خبر هيرجعك 35 سنة لورا. خبر إيه إن شاء الله؟ مبروك، ألف ألف مبروك، المحكمة حكمت بتطليقك. تطليقي؟ هو أنا متجوزة؟ الله، أنت نسيتي ولا إيه؟ أنت مش كنت رفع دعوة طلاق من جوزك أمام قاضي الأمور المستعجلة من 35 سنة؟ أيوة أنا فاكرة حاجة زي كده، بس ممكن تقولي جوزي ده كان اسمه إيه بالزبط؟ عبد الحميد سيد الدكش. أيوة هو الدكش، الله يرحمه بقى. هو مات من 25 سنة بعد ما اتجوز عليا 3 ستات. ألو ألو، جوزي فين؟ جوزك هنا هنا اهو. نقول له مين؟ قولي له مراته. مراته مين؟ نقول له مين بيكلمه؟ مراته. عايزة جوزك في ايه؟ مش رحتي خلاص للقاضي علشان تطلقي سيدك يا صبية وتجوز بعدك ورفعتي قضية؟ واستني براحتك، مش ناوي يطلق؟ طب هو فين؟ جوزك هنا هنا هو. تقول له مين؟ مراته مين؟ نقول له مين بيكلمه؟ وعشان تخلصي عينيا جمعي ميات ألوفات، رجعي كل اللي اتاخد من يوم بقل الشربات واديها لجوزك وفوقيها الشبكة، عمره ما هيعاند ولا يعمل ربكة ويوقف حالك. ألو ألو، جوزي فين؟ جوزك هنا هنا هو. نقول له مين؟ قولي له مراته. نقول له مين بيكلمه؟
أصدقائي الحبايب، أصدقائي كراكيب. يجلس العرب في بيت العرب الآن في اجتماع عاجل وهام مع السيد كوفئ تمام اللي بينفذ المطلوب وبيسمع الكلام، والجهود مستمرة من أجل إنقاذ الشقيقة العراقية من ضربة عسكرية جوية أو أرضية. وكاميرا كراكيب الخفية تسللت من الأبواب الخلفية ونقلت لكم الاجتماع الخطير على الهواء بالفقرة الجاية. ألو يا أمم. خليك شاهد يا سيد كوفئ تمام. فخامة الرئيس جناب مدلع أحبابه فضل يطالب العراق بعودة المفتشين الدوليين، ولما العراق وافقت على عودة المفتشين فخامة الرئيس رجع في كلامه في ظرف ثانية وما زال مصر على الضربة العسكرية. نعم نعم، ما زال مصر للأسف. أنا أكدت لسيادتك بدل المرة 250 مرة إننا مش ممكن نقبل سياسة لبق الدرع من برا. ممكن نعرف فخامته يبغانا نعمل إيش بالضبط علشان يرتاح حضرته وما يضربش ضربته. يا كل فخامة رئيس جنابه مدلع أهبابه، أنا يريد تغيير نظام الحكم في إيراك حتى لا يهدد شعوب كرة أرضية بالأسلحة النووية التي لا يمتلكها. لكن نحن ما بنقدر نسوي أي شيء في الموضوع الزي ده. صحيح نحن إخوة، لكن ما بنتدخل في السياسات الداخلية لبعضنا. فخامة رئيس جنابه مدلع أهبابه يستطيع أن يتدخل. لقد اقترح شخصية جديدة ذات هنكة سياسية تستطيع أن تتولى مقاليد حكم في شقيقتكم العربية. وتطلع مين هذه الشخصية؟ شخصية هنونة، ركيكة، أطوفة، كلكم يا عرب تحبونها كثيرا، وهي أيضا تحبكم وتآملكم مثل أبنائها. إنها مستشارة فخامة الرئيس كونتيليسا يا رئيس. أم الغولة! معقولة يا أخ كوفئ؟ فخامة الرئيس يجيب لنا واحدة من عنده عشان تحكم أختنا العربية؟ يا كل فخامة رئيس جنابه مدلع أهبابه، إنها مجرد فترة انتقالية. وتطلع قد إيه بقى الفترة الانتقالية دي إن شاء الله؟ مجرد سنة سنتين على أقصى تقدير، حتى يتم نقل كل بترول عبر خطوط الأنابيب إلى فخامة رئيس جنابه مدلع أهبابه. أصدقائي الحبايب، أصدقاء كراكيب، إحنا نروح الصيدليات أكثر من ما نروح للدكاترة في العيادات. تعودنا نسأل الصيدلي عن قطرة من شان العين ودواء للمغص من شان نوفر كشفية الدكتور والساعات الطويلة اللي بنستنى فيها الدور. لكن المشكلة لما يكون الصيدلي مو دكتور صيدلي. المشكلة هلأ إنه اللي بيبيعون الدواء بالصيدليات دبلوم تجارة أو صنايع أو حتى ما معهم شهادات. والمواطن صابر الحمول راح يشتري قطرة حق عيونه، الولد اللي واقف في الصيدلية عطاه دواء علاج حب الشباب، وبعد ما حط الدواء بعينه بلشت رحلة العذاب. ورغم إن صابر الحمول من يوم ما تولد وهو حمول إلا إنه ما قدر يستحمل أكثر من كذي حمول. أخذ الدواء الغلط وركض فيه لعند السيد مسؤول مراقبة الصيدليات. كده برضو يا أستاذ لمعاوي يا مسؤول مراقبة الصيدليات تسيبوا ناس تشتغل في الصيدليات وهم ما معهمش أي شهادات؟ شو بقى ما قالك الكذبة خابة، إحنا ما عندناش بند في الميزانية يسمح لنا بتعليم الناس دي لغاية ما ياخدوا بكالوريوس الصيدلة ويتخرجوا من الكلية. يعني ما تعرفوش تطبوا على الصيدليات كل شوية علشان تمسكوا الناس اللي معهمش محو أمية علشان ما يدوناش أدوية غلط يا مسؤول الأدوية؟ بس دي بقى بصراحة مش غلطة الراجل اللي معهوش محو الأمية. يعني يديني دواء لعلاج حب الشباب وأنا في السن دي وتقول لي مش غلطته؟ أصلك مش فاهم حاجة، الشركة اللي عملت الدواء بتاع حب الشباب سمته بنفس الاسم بتاع القطرة وحطته في نفس الإزازة اللي بتتحط فيها القطرة، ام الواد اللي وقف في الزخانة اتلخبط بين الإزازتان وكنت انا الضحية ورحت في شربة قطرة.
مش انت لوحدك يا عم صابر، انا جالي يجي 15,000 بلاغ من ضحايا زيك خدوا دواء حب الشباب على انه قطرة، او خدوا القطرة على انها الدواء بتاع حب الشباب. ولما انتوا عارفين كده ازاي تسمحوا لشركة ادوية تسمي الدواء بتاعها بنفس الاسم اللي اختارته شركة ادوية قبل منها؟ شوفي بقى اما اقولك الكذبة خابة، اصل الموظف اللي بيسجل اسماء الادوية الجديدة هو كمان معهوش محو الامية. Yeah.